السياحة في هذه البداية ديال هذه السنة، وهذا راجع المؤشرات ديال التنمية ديال بلادنا، راجع كذلك الاستقرار اللي كيتمتع به المغرب في هذه المنطقة، والإشعاع اللي عند المغرب اليوم واللي كيتزايد بفضل تحركات ديال سيدنا الله ينصرو، بفضل كذلك هذه الديناميكية التنموية اللي كتعرفها بلادنا في مناطق متعددة وفي قطاعات متعددة. طبعا المغرب كيبني استراتيجيات تنموية ديالو على قطاعات متعددة، والقطاع ديال السياحة من القطاعات الاقتصادية المهمة اللي مازال فيها إمكانيات كبيرة ضخمة اللي خصنا نفعلوها باش نكونوا في المستوى ديال هذا الدور اللي خصو يلعبوا هذا القطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ديال بلادنا. احنا ما كنبداوش من الصفر، لما كنتعينوا في واحد المسؤولية كتكون هناك خطط وهناك استراتيجيات اللي كيخصنا نواكبوها ونفعلوها. فهاد الديناميكية التنموية ديال بلادنا راه هادي تقريبا 17 عام ولا 20 عام، وهي بواحد الوتيرة ديال النمو اللي هي كبيرة وفي قطاعات متعددة. واليوم هادشي الجميع كيلاحظوا في جميع المناطق وجميع القطاعات وجميع الجهات، أنه اليوم النتائج ديال هاد الرؤية المتبصرة اللي دارها سيدنا الله ينصرو في البلاية ديال العهد ديال سيدنا الله ينصرو، اللي بدات اليوم كتعطي الأكل ديالها في جميع الميادين. وبالنسبة لقطاع السياحة كذلك كان استراتيجية معتمدة واضحة اللي تنجز جزء منها، واللي الباقي خصنا احنا دورنا نفعلوه ونعملوه.